نشرة إخبارية مفصلة من التلفزيون الجزائري، أهلا بكم. والبداية بالعناوين: رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء يتناول مشروع قانون يتعلق بالأوقاف وعروضا تخص متابعة تقدم برنامج تطوير الطاقات المتجددة، تحيين حظيرة الهواتف الذكية والسد الأخضر. ممثلا شخصيا لرئيس الجمهورية، وزير الشؤون الخارجية يشارك في مراسم إحياء الذكرى 30 لمجازر الإبادة الجماعية في العاصمة الرواندية كيغالي. افتتاحية مجلة الجيش في عددها الأخير تشيد بالحركية الدؤوبة التي تشهدها الجزائر في مختلف المجالات وعلى المستويين الداخلي والخارجي قبيل الانتخابات الرئاسية المسبقة سبتمبر المقبل. أزيد من 600 مسافر من أبناء الجالية الوطنية بالخارج يصلون اليوم إلى أرض الوطن عبر ميناء الجزائر وسط تسهيلات جمركية وإدارية. اختتام البرنامج المسابقاتي الرمضاني للتلفزيون الجزائري حادي الأرواح في طبعته 9 بتكريم الأصوات الإنشادية الفائزة. بداية، يترأس اليوم السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اجتماعا لمجلس الوزراء يتناول مشروع قانون يتعلق بالأوقاف وعروضا تخص متابعة تقدم برنامج تطوير الطاقات المتجددة، تحيين حظيرة الهواتف الذكية والسد الأخضر تقييما وأفاقا. ممثلا شخصيا لرئيس الجمهورية شارك اليوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف بالعاصمة الرواندية كيغالي في مراسم إحياء الذكرى 30 لمجازر الإبادة الجماعية التي شهدتها جمهورية رواندا الشقيقة عام 94 900 و1000. مشاركة عطاف في مراسم إحياء هذه الذكرى تعد فرصة لتجديد تضامن الجزائر الدائم مع جمهورية رواندا و تأكيد ضرورة إعلاء الدروس المستقاة من التجربة الأليمة التي مر بها هذا البلد الشقيق في مواجهة حرب الإبادة الجماعية التي يقودها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. كما كانت لوزير الشؤون الخارجية لقاءات ثنائية مع العديد من نظرائه على هامش مراسم هذه التظاهرة. في افتتاحية عددها الأخير المعنون بتعزيز متواصل لمكاسب غير مسبوقة، أكدت مجلة الجيش أن الجزائر اليوم واحة للأمن والسكينة رغم كل المحاولات اليائسة لاستهداف انسجامها ووحدتها، وذلك بفضل وعي الشعب الجزائري وثقته في مؤسساته وفي جيشه الوطني الشعبي. هذه الظروف التي تستوجب مثل ما أكده رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد في رسالته بمناسبة عيد النصر شهر مارس الفارط تكاتف جهود الجميع لرص الصفوف وتقوية الجبهات الداخلية. إلهام عشير. تعزيز متواصل لمكاسب غير مسبوقة، هكذا عنونت مجلة الجيش افتتاحيتها لهذا العدد، مشيرة إلى التحولات الإقليمية المحيطة ببلادنا وتأثيراتها التي تخطتها الجزائر بمبادئها الثابتة ومؤسساتها القوية. الافتتاحية استشهدت برسالة رئيس الجمهورية في ذكرى عيد النصر والتي أكد فيها على تكاتف جهود الجميع لرص الصفوف وتقوية الجبهة الداخلية إزاء التحديات التي تواجه بلادنا والحرص على المساهمة الجماعية الواسعة في حفظ الأمن والاستقرار الذي ينعم به الشعب الجزائري. كما لفتت الافتتاحية إلى أن بلادنا مقبلة بعد 5 أشهر على انتخابات رئاسية مسبقة وسط تحديات على المستويين الداخلي والخارجي، تعمل فيها الجزائر الجديدة على كسب الرهان الاقتصادي الذي بدأت مؤشراته الإيجابية تظهر إلى العلن مع مواصلة الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة وما تحقق من مكتسبات.
افتتاحية الجيش أفردت حيزا هاما للمعركة الدبلوماسية التي أحرزتها الجزائر في أروقة مجلس الأمن، وكانت وراء القرار التاريخي الذي توج بوقف إطلاق النار في غزة، حاملة لواء الدفاع عن القضايا العادلة وفي مقدمتها القضيتان الفلسطينية والصحراوية. وتتواصل مسيرة إقامة دعائم الجزائر الجديدة بخطى ثابتة، تضيف افتتاحية الجيش: فالجزائر لا يمكنها إلا أن تكون قوية بشعبها ومؤسساتها، آمنة بجيشها الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، حصن الجزائر الحصين الذي يواصل أبناؤه اليوم صون الوديعة وحفظ الأمانة بقوة وعزيمة، وهو ما أكد عليه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول سعيد شنقريحة خلال زيارته الأخيرة إلى قيادة القوات الجوية، مبرزا بأن المحافظة على معنويات الأفراد في درجاتها العليا هي أولوية الأولويات، لأنها مصدر تطور الجيوش عموما ومنبع قوتها. وهو ما توليه القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي أهمية بالغة وعناية فائقة ترجمتها الزيارات الميدانية التي قام بها السيد الفريق أول رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي إلى مختلف القيادات والنواحي العسكرية خلال شهر رمضان. تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات الإدارية والجمركية لفائدة أبناء جاليتنا بالخارج مع الاستفادة من تخفيضات في الأسعار، وصل اليوم إلى أرض الوطن أزيد من 620 مسافرا من أبناء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج قادمين من مدينة مرسيليا الفرنسية على متن باخرة التاسيل 2 وباخرة الجزائر 2 وباخرة أريادني المستأجرة من أجل قضاء عطلة عيد الفطر المبارك وسط الأهل والأقارب. العملية سخرت لها المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين 3 سفن بكامل طاقاتها الاستيعابية، وذلك بهدف جلب أكبر عدد من المغتربين لقضاء عطلة العيد بأرض الوطن. وتحسبا لعيد الفطر المبارك، حركية نشطة تشهدها محلات بيع الملابس بعين تيموشنت، حيث تختلف الرغبات والأذواق لدى العائلات بين من يفضل الأزياء التقليدية ومن تستهويه الملابس العصرية. وهبة علالي. في آخر أنفاس الشهر الفضيل ينبض قلب مدينة عين تيموشنت بالحيوية والنشاط. هنا تعرف المحلات حركة دؤوبة للمواطنين الباحثين عن اقتناء ملابس العيد. جبت الأطفال نشوف لهم ملابس العيد، كيعرف الفرحة كي دايرة تاع الأطفال، فرحة ما تتصورش. قش مليح، حاجة مليحة، وكل واحد على المقدور تاعو، كاين اللي يقدر يشري وكاين اللي يحوس على حاجه كاليتي مليحه، ثاني كاين اللي يقدر على حاجه مليحه. كاع الناس يعني تعيد ان شاء الله بحول الله. نحضروا العيد المبارك، نشرو قاش وكاع كما راكم تشوفوا كل عام تحضيرات والعيد المبارك، هذه باش نفرحوا بالعيد ونحسوا باللي عيدنا وكاع. الإقبال على شراء الألبسة التقليدية الجزائرية الأصيلة بلغ ذروته هنا. شباب وكبار يفضلون التزين بهذا الزي التقليدي في العيد. إقبال كبير على الأقمصة واللباس التقليدي، وهذه من التراث تاعنا والتقاليد تاعنا، وحنا ماذا بينا الأطفال تاعنا نلبسوهم هذا اللباس التقليدي باش تكون عندهم نظرة تاريخية وما ينسوش العادات والتقاليد تاعنا. حبيت نشري روحي ثاني جلابة هنايا ولا كشبد عيا شابة باش نمشيو نزورو لا فامي، نمشيو عند الأحباب. الناس دير تحضيرات، كان اللي يشري يعني الألبسة التقليدية ومنها الأقمصة يعني واللباس التقليدي. أنا أفضل اللباس الجزائري. باغي يعني شي بدعية ونشي جلابة والصابو والخمار باش نعيد، نروح لافامي ونروح نغافر العيد كاع. تعيدوا بخير إن شاء الله. يتعيدوا وتعاودوا. عيد الفطر مناسبة لارتداء لباس، يحرص الجزائريون على اختياره أنيقا وتقليديا عاكسا لثقافتنا العريقة.
تكريسا للعمل التضامني خلال شهر الفضيل، نظم الهلال الأحمر الجزائري بولاية البويرة إفطارا جماعيا وحفل ختان جماعي لفائدة 100 طفل. العملية التي تم تنظيمها جاءت بالتنسيق مع الكشافة الإسلامية وحضور السلطات المحلية ومتطوعين من الهلال الأحمر الجزائري بالولاية. ونبقى مع مظاهر التكافل في الشهر الفضيل، حيث تم تخصيص مطعم لفائدة المسافرين وعابري السبيل بالمحطة البرية لنقل المسافرين ببشار من تنظيم شباب متطوع من العرش. سويعات قبل الإفطار، الحركية والنشاط داخل محطة النقل البري ببشار تكاد تنعدم على ما هو معتاد. فخلال شهر رمضان الفضيل المحطة تسطر برنامج رحلات يتماشى وراحة المسافر وحتى السائق. الرحلات متوفرة قبل الإفطار وبعد الإفطار، وأماكن راحة وتحتوي إن شاء الله على الإفطار عابر السبيل. والرحلات اللي من بعد الإفطار تبدأ من الساعة 9 إلى منتصف الليل. أما من المسافرين الذين اضطرتهم الحاجة إلى الإفطار بالمحطة، فتم تخصيص لهم موائد إفطار السبيل يتكفل بها المجتمع المدني المتطوع. السبيل عندنا يعني يوميا حوالي 180-150 شخص أي عابر سبيل. أما بالنسبة للوجبات يعني اللي يأخذوها، عندنا 10 عائلات تأخذ يوميا، عندنا 80 وجبة تخرج للمخيم الصحراوي. والحمد لله جيت نتيار السنتي فيه واستقبلونا بكل فرح وسرور، قدموا لنا هذه المأدوبة، نسأل الله عز وجل القائمين يجزي القائمين عليها خير الجزاء. تم إصدار 16 ترخيصا لمطاعم الرحمة بولاية بشار من طرف مديرية النشاط الاجتماعي، مبادرات ألفناها تعكس الوجه الحقيقي لقيم التكافل والتضامن بين أفراد الشعب الواحد. صحتي حقي محور محاضرة نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بكلية الطب جامعة الجزائر واحد، وهذا بمناسبة اليوم العالمي للصحة الموافق للسابع من أفريل. المحاضرة التي أشرف عليها رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان عبد المجيد زعلاني أكد خلالها أن الجزائر تعمل دائما على تسخير كافة الوسائل الممكنة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة فيما يخص التكوين. لدى نزوله ضيفا على برنامج هذا الصباح، أكد المدير العام للصيدلة المركزية للمستشفيات سمير فرحات أن الاستراتيجية تطوير الصيدلة المركزية مرهون بمدى تكثيف جهود استعمال أنظمة الرقمنة. خلال الأشهر الماضية مكنتنا باش نحقوا قفزة فيما يخص المخزون الصيدلة المركزية للمستشفيات اللي الحق اللي سجل رقم 38 مليار دينار جزائري. نعم. في مارس المنصرم تطور لا بأس به بالنسبة للكمية والتغطية، كذلك باش نوفر الأدوية والمستلزمات الطبية على مستوى المؤسسات الصحية. هذا الرقمنة راح الرقمنة خاصة الذكاء الإلكتروني راح يمكننا باش تحليل المعطيات اللي رانا نحقوا فيها من خلال سند طلبيات الإلكتروني، وكذلك وضع خطة اتصال استباقية من أجل التنبؤ بكل ما قد يحدث، خاصة على مستوى سواء المستوى الداخلي أو المستوى الخارجي. في النشاط الحزبي، ثمن رئيس حركة مجتمع السلم عبد العالي حسان الشريف جهود الدبلوماسية الجزائرية في مساندة القضية الفلسطينية أمام المجتمع الدولي وإيصال صوت المدنيين في قطاع غزة إلى مجلس الأمن. إحنا يا إخواني في حركة مجتمع السلم نثمن كل جهد يصب في مصلحة القضية الفلسطينية، نثمن الجهد الدبلوماسي والجهد الإنساني والجهد الخيري والجهد السياسي والجهد الإعلامي، ونطالب بأن يتطور هذا الجهد. الموقف الجزائري موقف مشرف يحتاج إلى أن يتطور. لماذا يتطور يا إخواني؟
لأن مواقف الخذلان ومواقف. تعلم اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف كافة المواطنين أن موعد ليلة الشك لترقب هلال غرة شهر شوال لهذا العام ستكون يوم غد الاثنين 29 رمضان الموافق للثامن أفريل الجاري. وإحياء لهذه السنة الطيبة ستعقد ندوة خاصة بليلة الشك مباشرة بعد صلاة المغرب بدار الإمام المحمدية، وستبث عبر وسائل الإعلام. في مستجدات الوضع بفلسطين المحتلة، استشهد وأصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين فجر اليوم في سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي صهيوني على مدينتي خان يونس ورفح جنوب القطاع، بالتزامن مع قصف نفذته مدفعية الاحتلال على مناطق واسعة وسط القطاع. وبهذا ترتفع حصيلة العدوان الصهيوني إلى أكثر من 33,175 شهيدا، وما يفوق 75,886 جريحا. إلى ذلك دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف إلى وقف إطلاق النار في غزة الآن، ووصفت حجم وتيرة الدمار في القطاع بالصادم، وأشارت إلى أن العدوان الصهيوني المتواصل منذ أكتوبر الماضي أدى إلى استشهاد أكثر من 13,000 طفل، وهذا وتمكنت المقاومة الفلسطينية من قتل عدد من الجنود الصهاينة وإصابة آخرين خلال معارك ضارية بمنطقة الزنا في خان يونس جنوبي قطاع غزة. في سياق آخر، من المرتقب أن يعقد مجلس الأمن الدولي غدا جلسة مغلقة لمناقشة عضوية دولة فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة. وبخصوص الوضع الإنساني في غزة، نقل لنا مراسل التلفزيون الجزائري وسام أبو زيد جانبا من معاناة النازحين الفلسطينيين على الأرصفة والطرقات في رفح. نتابع. نحن الآن في أحد شوارع مدينة رفح جنوبي القطاع التي تمتلئ بالنازحين. هنا في هذا الشارع عشرات العائلات الفلسطينية تفترش الأرض وتلتحف السماء وتحاول بأقل الإمكانيات أن تعيش في شهر رمضان الكريم. سنحاول أن نسلط الضوء على هذه العائلات الفلسطينية التي تنزح هنا في مدينة رفح. والله عايشين في الرصيف، هنا عايشين زي ما أنت شايف على الرصيف، الحمد لله رب العالمين. أول رمضان الحمد لله لا يوجد شيء عندنا، لا يوجد شيء يعني ولا حاجة، لا مقومات الحياة مش موجودة، فيش حياة أصلا، ميتين احنا مش عايشين. هذه هي الخيمة التي تأوي أربع عائلات فلسطينية في شهر رمضان، كلهم يحاولون توفير بعض الاحتياجات الأساسية في شهر رمضان الكريم، ورغم حرارة الأجواء في هذه الأيام لكنهم يحاولون أن يعيشون الشهر الكريم بكل تفاصيله في ساعات الإفطار أو ساعات السحور. والله ظروف قاسية كتير، بنعاني احنا من الوضع اللي بنعيشه. أول هام الدنيا شوب والخيمة نار زي ما انت شايف، وبنعاني فيش غاز عنا، بنقعد نشغل على النار، والله ما في مطبخ، هيك انت شايف بعينك، والله في الشارع طبيخ والعجين والغسيل. صعبة جدا، مش زي دار وهويات وكونديشن وتقعد، اليوم انت على الرصيف قاعد، ايش؟ أربع مرات أنا عيالي ودينا على المستشفى من كثر الضغط النفسي، أربع مرات. ضغط نفسي، ما فيش مقومات حياة بالمرة، ولا غاز ولا غراب البين، ايش بدك تسوي؟ نازل هذه العائلات الفلسطينية قد تدمرت في المناطق الشمالية وجاءوا إلى عدة أماكن منها الوسطى، ومن ثم جاءوا إلى مدينة رفح هنا أقصى جنوبي القطاع للمحاولة على الحفاظ على أرواح ما تبقى من هذه العائلات الفلسطينية. ولكن الاحتلال يحاول دائما يعني فرض ويجبر هذه العائلات قسرا على النزوح، وهو ما يجبر وما يحاوله مؤخرا بالقصف بمدينة رفح بشكل مكثف، وهو ما يخيف هذه العائلة الفلسطينية أن تعود مرة أخرى إلى المناطق الوسطى أو مناطق الشمال. وسام أبو زيد، غزة، فلسطين. مشاهدينا، نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها أيضا تنصيب اللجنة الوطنية للدفع على مستوى بنك الجزائر تعزيزا للتعاملات المصرفية وتقوية الشمول المالي. الآن يتجدد موعدنا مع النشرة الاقتصادية في تقديمها صالح محمدي، أهلا بك.
أهلا بك مشاهدينا، نلتقي بعد الفاصل. أهلا بكم في النشرة الاقتصادية لنهار اليوم. بداية، تم اليوم بالجزائر العاصمة تنصيب اللجنة الوطنية للدفع على مستوى بنك الجزائر، والتي تتولى إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية لتطوير وسائل الدفع الكتابية، بما يعزز التعاملات المصرفية ويستجيب للتحديات الراهنة ويقوي الشمول المالي ويطوره بشكل أكبر بالجزائر. أعلنت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها عن صدور رمز النشاط الخاص بممارسة نشاط المستشاري التسهمي في السجل التجاري، ذلك تبعا لقرار وزير المالية القاضي بالموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، والذي يحدد شروط اعتماد وممارسة المستشاري في ميدان الاستثمار التسهمي، حيث يتمثل في إنشاء وإدارة منصات الاستشارة عبر الإنترنت في مجال الاستثمار التسهمي. في قطاع الموارد المائية، تعتمد محطة تصفية المياه المستعملة بولاية أحواض التهوية لإزالة كافة الترسبات باستخدام تقنيات عصرية وتجهيزات حديثة سبل دعم الإنتاج الفلاحي بالولاية وتطوير الاقتصاد الوطني. متابعة في الموضوع مع سمية مزوار. محطات تصفية المياه المستعملة بورقلة تسير وفق سلسلة متناسقة لضمان إزالة كافة الأشكال العضوية وغيرها. يوجد ثلاث محطات للتصفية في ولاية ورقلة، يتم معالجة حوالي 42275 متر مكعب في اليوم من المياه المستعملة. مجموع 418,165 مكافي سكاني لهذه المحطات. أما المحطات التي قيد الإنجاز، يوجد عندنا محطة تصفية بحاسي مسعود ومحطة تصفية بحاسي بن عبد الله. محطة سيدي خويل تعالج المياه المستعملة بطريقة تتماشى مع البيئة عبر نظام الأحواض، وتمر العملية على عدة مراحل. معالجة ثانوية أي ثلاث مو بيولوجيك، معالجة طبيعية اللي تكون للمياه اللي تتم في الأحواض. قوموا باستخراج الأوحال من المياه من الأحواض هذه تاعنا، من بعد الاستخراج الأوحال هذه تكون كاينة فيها عملية تاع تحاليل اللي باش نعرفوا الاستعمال تاع الأوحال هذيك في المستقبل ان شاء الله لوين يكون. نديروا لي زاناليز بور فير ولا بور فوار لو روندمون تاعنا، اسكو لا ستيب تاعنا الماء تاعها كي يدخل من اللي يدخل ويخرج اسكو صارت فيه تصفيه ولا لا. تصفية المياه المستعملة وتطهيرها تمكن من إعادة استغلالها من جديد لضمان بيئة نظيفة والحفاظ على صحة المواطن. وبولاية إن صالح الفتية، يشهد الإنتاج الفلاحي انتعاشا ملحوظا لا سيما بعد خوض تجربة زراعة البقوليات الجافة، وذلك ضمن المساعي الاستراتيجية لتوسيع المساحات المزروعة بالجنوب. متابعة في الموضوع مع أحمد بن مسعود. ولاية عين صالح فلاحية بامتياز. بعد النتائج الإيجابية المحققة في العديد من المحاصيل الزراعية، وهذا بفضل عوامل الإنتاج المتوفرة من أراضي شاسعة ومياه جوفية متبوعة بوجود إرادة قوية لدى المزارعين، تجربة جديدة يخوضها المزارع الحاج إبراهيم في إنتاج البقوليات هنا بمحيط جقول الفلاحي رغم قساوة الطبيعة، فكانت النتيجة. ديت الخبرة لا من اليوتيوب، قالوا يديروا 60 سنتيم ويحرشوه على 10 سنتيم، حرشوا هكا وصلح وضم البعض وبعض والحمد لله دار بين نتيجة. أكلينا منه كاع، أكلينا منه مرات، ورانا نستناو الحصاد نتاعو إن شاء الله يكمل ونحصدوه ونشوفوا شحال يجيب النتيجة. جهود حثيثة تبذلها المصالح الفلاحية من خلال دعم ومرافقة الفلاحين وتشجيعهم على الاستثمار في زراعة الاستراتيجية، خطوة مهمة للنهوض بالقطاع الفلاحي لهذه الولاية.
اذا الاعوان تاعنا المرشدين الفلاحيين ومفتشي الصحه النباتيه راهم يرافقوا في الفلاح هنايا من اجل تسجيل هذا البرنامج ويعطوه في الارشادات والتعليمات والتوضيحات من اجل انجاح العمليه. وراكم تشوفوا مع هنايا اليوم راه عندنا محصول الحمص وعندنا محصول العدس اللي راهو لاحظنا يعني اللي سجلنا وين سجلنا نجاح باهر للتجربه هذه، وان شاء الله العام الجاي رايحين نوسعوا هذا الزراعه لهذا المحصول الاستراتيجي. هذا بينا يقرب للصندوق في اطار تامين المحاصيل نتاعو. تشجيع هذه التجارب الناجحه وترقيه زراعه البقوليات الواسعه الاستهلاك استراتيجيه كفيله بتحقيق الامن الغذائي وتقليص فاتوره الاستيراد. دوليا، أظهر استطلاع لوكالة رويترز أن التضخم في مصر من المتوقع أن يكون قد ارتفع في مارس مع تكيف الأسعار مع خفض قيمة العملة ورفع سعر الفائدة خلال الشهر، وهو ما تله بأسبوعين رفع أسعار الوقود. ومن المتوقع أن يقفز التضخم السنوي في المدن المصرية من 35.7% في شهر فبراير إلى 36.3%. أجرى بنك الشعبي الصيني اليوم عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 7 أيام بقيمة 2 مليار يوان، وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي. وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقا مالية من البنوك التجارية خلال تقديم عطاءات مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل. والآن نستعرض معكم أهم مؤشرات البورصة في الجزائر لنهار اليوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. الصلاة. الفلاح
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. ننتقل معكم الآن إلى عرض لأسعار بعض المنتجات الفلاحية التي سجلت اليوم. إلى مستجدات أسعار النفط في العالم، حيث ارتفع خام برنت ب0.5% إلى $90.86 للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيطي الأمريكي ب0.37% إلى $86.91 للبرميل. أسعار الذهب هي الأخرى شهدت ارتفاعا خلال المعاملات الفورية بواقع 0.2% لتبلغ $2,329 للأوقية، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب إلى مستوى $2,304 للأوقية. ختام الاقتصاد بصرف بعض العملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري. ختام الموعد الاقتصادي لنهار اليوم، دمتم في رعاية الله وحفظه، في أمان الله. نشاط الرابعة متواصلة، وفي الرياضة ولحساب إياب الدور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، يواجه سهرة اليوم اتحاد العاصمة ضيفه نادي ريفرز يونايتد النيجيري بملعب 5 جويلية الأولمبي، فحظ موفق لممثل الجزائر في هذه المنافسة. ونختم بأجواء التسابق الإنشادي، حيث اختتمت أمس الطبعة 9 للمسابقة الإنشادية حادي الأرواح ببرنامج أنتجه التلفزيون الجزائري ضمن الشبكة الرمضانية، وهبة مزوج. أصوات مميزة وحناجر ذهبية تصدح بالإنشاد الديني والفن الملتزم. المتسابقون أبدعوا في أدائهم للنشيد الديني للظفر بالمرتبة الأولى التي كانت من نصيب ابن ولاية المسيلة حمزة مخيش. الحمد لله، هذا فضل من الله، فضل من الله ودعاء الوالدين. الحمد لله، الحمد لله حصلت على مرتبة ثانية على المستوى الوطني. إن شاء الله بإذن الله المزيد من النجاحات والتوفيق إن شاء الله، ونهدي هذا الفوز إن شاء الله للوالدين إن شاء الله. نشكر برنامج حادي الأرواح وقناة القرآن الكريم والساهرين على هذا البرنامج جميعا، والتلفزيون الجزائري العمومي كذلك قناة القرآن الكريم جميعا، ربي يحفظكم. الأصوات التي استمعنا إليها فن راقي جدا، كلمة طيبة، نغم هادئ وراقي، ويعني يستطيع أن نصنفه في أرقى ما يمكن أن يكون في الفن الهادف الذي يخدم الكلمة ويخدم القيم ويخدم الوطن ويخدم رسول الله عليه الصلاة والسلام. تكوين وتأطير محكم لمدة شهر كامل من طرف أساتذة ومؤطرين أكفاء في مجال النشيد الديني. التلفزيون الجزائري يقدم يد المساعدة ويقدم هذا البساط الأخضر في درب الفنانين الشباب
ليكونوا نجوما في المستقبل ان شاء الله. الشباب تاعنا برهنوا انهم عندهم قدرات كبيره وعاليه، وان شاء الله اتصالات الجزائر راهي بجانب كل هاد الشباب وترافقهم وترافق ايضا التلفزه الجزائريه. اشكر جزيلا الذين رافقونا وعملوا كل ما بوسعهم لانجاح هذا البرنامج صوتا وصورة. برنامج حادي الأرواح أصبح تقليدا راسخا للحفاظ على الهوية الدينية والحضارية للمجتمع الجزائري. بهذا نصل إلى ختام النشرة، إليكم تذكير بأهم ما جاء فيها. رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء يتناول مشروع قانون يتعلق بالأوقاف وعروضا تخص متابعة تقدم برنامج تطوير الطاقات المتجددة، تحكينا حظيرة الهواتف الذكية والسد الأخضر. ممثلا شخصيا لرئيس الجمهورية وزير الشؤون الخارجية يشارك في مراسم إحياء الذكرى 30 لمجازر الإبادة الجماعية في العاصمة الرواندية كيغالي. افتتاحية مجلة الجيش في عددها الأخير تشيد بالحركية الدؤوبة التي تشهدها الجزائر في مختلف المجالات وعلى المستويين الداخلي والخارجي قبيل الانتخابات الرئاسية المسبقة سبتمبر المقبل. أزيد من 600 مسافر من أبناء الجالية الوطنية بالخارج يصلون اليوم إلى أرض الوطن عبر ميناء الجزائر وسط تسهيلات جمركية وإدارية. اختتام البرنامج المسابقاتي الرمضاني للتلفزيون الجزائري حادي الأرواح في طبعته التاسعة بتكريم الأصوات الإنشادية الفائزة. بهذا نصل إلى طي أوراق النشرة، السلام عليكم.